نبارك للجالية المسلمة في كندلفيل وما جاورها في إعلان تأسيس الأكاديمية الإسلامية، وهي عبارة عن أول مدرسة إسلامية فول تايم، وتهدف إلى تعليم التربية الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية، ولها أهداف وبرامج توعوية كثيرة ومتنوعة. وقد سررت كثيرا عندما أخبرني الشيخ عبد الملك جوبع والقائمون على هذا المشروع أن مبنى هذه الأكاديمية كان ملكا لرجل غير مسلم، وكان قد قام بعرضه للبيع بثمن باهظ. ولما علم بهدف الإخوة القائمون على هذا المشروع وبظروفهم المادية سلم لهم المبنى وتنازل عنه دون أي مقابل. وبهذا أدعو كل ميسور للتعاون معهم لإتمام هذا المشروع العظيم، فهو صدقة جارية وعند الله لا تضيع مثقال ذرة.